وزارة الاستثمار كشفت النهاردة عن تلقيها 1100 فكرة لمشروع مقدمة من الشباب. ده كان من ضمن برنامج فكرتك شركتك واللي أطلقتها لدعم ريادة الأعمال. أكدت إن في لجنة بيتم من خلالها تقييم الأفكار وبحث إمكانية تحويلها لمشروعات فعلا ممكن إن هي تنفذ والاستفادة منها، وإن ده السبب وراء تأجيل انطلاق جولة أتوبيس الأفكار في 24 سبتمبر الجاري. المفروض إن هو هيبدأ جولته، والوزارة قالت إن الأتوبيس هيبدأ في القاهرة، بعدها هيلف محافظات مصر حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل. للمزيد من المتابعة معانا عبر الهاتف دكتور هشام مرزبان. دكتور هشام، برحب بحضرتك، وطبعا عايزين من حضرتك تفاصيل أكتر عن فكرة المشروع. أهلا وسهلا حضرتك. المشروع مبادرة فكرتك شركتك هي أحد مبادرات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتمكين الشباب ولمساندتهم في تأسيس شركات على مستوى جمهورية مصر العربية كلها. المبادرة دي هدفها إنها توصل لجميع فئات الأعمار في مصر، والحمد لله بدأنا من حوالي 6 أيام ووصلنا الآن لحوالي 1200 مشروع اتقدم، يعني من الصبح للنهاردة تم زيادة، وهي على جميع القطاعات وفي أكثر من 26 محافظة على مستوى الجمهورية. تقييم الأفكار بيكون إزاي؟ ولما بنتكلم عن 1100 فكرة، إيه أبرز الأفكار اللي وصلتكم وكانت فعلا ممكن قبل للتنفيذ؟ الأفكار متنوعة جدا على جميع القطاعات. في أفكار، يعني إحنا بدأنا نبص في أفكار فعلا ممتازة بتدل على إن في طموح شديد للشباب، في أفكار فعلا ممكن تتحول لمشاريع وشركات فعالة. ووفقا للكلام دوت في عدد من الخطوات بتتم لاختيار المشاريع. اولها ان هو بيتم تحليل الافكار المقدمه من اكثر من 5 اشخاص مستقلين، بناء عليها بيتم اختيار ما تم الاتفاق عليه كمجموعه اللي هي المفروض تقابلها كالاتوبيس اللي هيطلع المحافظات، وبناء عليها بيتم التشاور والمحادثه معاهم ونشوف مدى فعاليتهم وقدرتهم على بمعنى ان المشروع. صاحب الفكره مش بيبقى شخص واحد، لكن بيبقى مجموعه من الشباب اتفقوا مع بعض على فكره واحده يقدروا ان هم ينفذوها. ده الافضل طبعا، وده اللي احنا بنطالبه، علشان هو الجزء المهم جدا ان الفكره جزء بسيط من نجاح المشروع. تمام. النجاح الاساسي بيكون من خلال فريق العمل وقدره فريق العمل واللي بيقدر بقى ينفذ ده. التنفيذ الفعلي هو الموضوع كله في التنفيذ الفعلي. الفكرة عشان تنتقل من ان هي فكرة لمشروع لازم تمويل، هنا انتوا ليكوا اي مساهمات في عملية التمويل ولا بتكون ذاتية من الشباب نفسهم؟ لا طبعا، احنا بنقدم التمويل الكامل للمشروع في المراحل بتاعتنا. يعني هي المرحلة المستهدفة هي اللي بنسميها المشاريع الناشئة او السيد ستيج، اللي هي لسه في البداية، يا اما في فكرة يا اما عمل بروتوتايب حاجة بسيطة. فاحنا من خلال الحضانات ريادات الاعمال اللي تم تاسيسها من شركه مصر رياده الاعمال مع شركاء التنميه والقطاع الخاص، سوف يتم اختيار عدد كبير من الشركات تخش الحضانه او مسرعه الاعمال لمده 4 شهور، وهتاخد تمويل من 100,000 جنيه ل 500,000 جنيه يتاسس بيها الشركه، يقدر بيها يصرف على تفعيل فكرته وانشاء شركه فعاله على الوقت. بالاضافه للتمويل، ايه تاني نوعيه الدعم اللي انتوا بتقدموه؟ هل في دعم اخر بتقدمه الوزاره؟ طبعا، يعني هو يعني على مستوى الوزاره عندها برنامج متكامل لرياده الاعمال، وده بيبدا من التمويل، والتمويل هنا بنتكلم على المرحله ديت على المساهمه الفعاله معاهم، ولكن برضه هيكون في منتجات اخرى ماليه تهم المناطق الاستثماريه والشباب اللي عايز يعمل حاجات هناك. الجزء الثاني ان في الوزارة بدأت تفعل مراكز لاستقبال رواد الأعمال والشركات الناشئة، ففي مراكز الاستثمارية اللي هتكون موجودة الهيئة مع الوزارة مفعلة إن هيكون في فعلا زي شباك يقدر الشاب يروح ياخد الخدمات الفنية والقانونية اللي تساعده إن هو يأسس الشركة بتاعته. الجزء الثالث اللي هي مسرعات الأعمال، المسرعات دي
المشاريع اللي هيتم اختيارها وفقا لبرنامج فكرتك شركتك بتخش مسرعه اعمال لمده 4 شهور، تقدر من خلالها ان هي يكون عندها مكان تعمل فيه 4 شهور، زائد ان يكون في عدد من الخبراء والفنيين يقدر يساعدوهم في تنفيذ فكرتهم ومساعدتهم في دراسه الجدوى وكل الامور الفنيه. في حاله التعثر، في حاله التعثر هنا بيكون شكل مساعدتكم ازاي؟ ما هو التعثر هنا، ما هو ده جزء مهم جدا لازم نشرحه. التمويل اللي متقدم من خلال مسرعات الاعمال دي مشاركه فعليه من شركه مصر رياده الاعمال، فاحنا بنشاركه بالمخاطره، بمعنى ان احنا بنخاطر براس المال اللي محطوط في هذه المشاريع في مقابل ان الشباب متفرغين 4 شهور وموجودين في الحضانه ومسرعات الاعمال اللي احنا عاملينها ان هم شغالين على المشروع بتاعهم. تمام. وبعد التخرج يبدا، بعد التخرج من المسرعه يبدا يكبر الشركه بتاعته، فهو بيكون اكتسب خبره في الوقت ده. اكتسب الخبره، تعامل مع زملاء ليه من شركات ثانيه، اتعلموا من بعض، شاف خبره، وهو ده النوعيه اللي بندور عليها، اللي هو عنده استعداد يخاطب لمده 4 شهور. تمام. وان هو هيكمل المشروع ده وعنده القدره الفعليه ان هو ينفذه، ولكن شكرا. احنا دي مساهمه فعليه مشاركه ومفيش اي حاجه هتحصل ليه لو فعلت. شكرا لحضرتك دكتور شهاب مرزبان.